سي بكري محمد رئيس العصبة الجوية مراكش الأسفي للسباحة، اليوم كان نحظى بشرف حضور أشغال الجمع العام، وهو جمع عام أول يعني وتاريخي يعني بعد المسمى الجديد ديال العصبة الجوية بطبيعة الحال. بالنسبة لكم كيفاش دازت أولا أجواء ديال الجمع العام، وكيفاش كتشوفوا يعني الصيرورة المستقبلية ديال هذا ديال الجمع؟ شكرا اولا على الحضور ديالكم كعصافرين، الحمد لله ديما كتدعمونا وكنكونوا في جميع البرامج كنلقاكم في جنبنا. اليوم كيف شاف الجميع الجمع العام داز في واحد الظروف اللي هي جيده، كان الاجماع على التقرير الادبي والتقرير المالي، وبالنسبه للبرنامج السنوي ديال العصبه فحققنا فيه الحمد لله 91%، في انتظار انه ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله غادي ان شاء الله نحاول نحققوا اكثر واكثر. كان الحضور ديال السيد الرئيس ديال الجامعة الملكية المغربية للسباحة والسيد الكاتب العام اللي دعموا هذا الجمع، وكان الحضور ديالهم حضور مشرف استحسنه الجميع. كنتمنى احنا كما قلتي اول شمعة كنطفوها في هذا المسار ديالنا اننا نكونوا حققنا لمدينة مراكش وحققنا الجمعيات الرياضية اللي كتمارس السباحة، اننا نكونوا حققنا واحد الجزء يعني مهم، في انتظار انه ان شاء الله المواسم المقبله ان شاء الله غيكون خير وغيكون ان شاء الله، خصوصا مع فتح ديال المسابح اللي غادي ان شاء الله في 2023 غادي مراكش غادي يوصل ان شاء الله للافتتاح ديال 7 ديال المسابح مغطات. كنتمنى ان شاء الله انه غادي يكون عندنا الخدمه ان شاء الله ولكن بمكونات كامله، لا جمعيات ولا عصبه ولا جامعه، انا نوصل ان شاء الله للهدف المنشود. سي محمد، غير بالنسبه للاوراش الحقيقيه ولا الاهداف المستقبليه القريبه اللي كيراهن عليها يعني كتراهن عليها يعني العصبه من خلال الايام المقبله، يعني شنو هما الاوراش اللي نتوما يعني كتراهنوا عليها باش يتحققوا في اقرب وقت؟ لان شفنا عده ملتمسات تقدمتوا بها للجامعه، يعني بزاف الامور كانت تدخلات وهذا شيء ديمقراطي بطبيعه الحال، اشنو هما هاد الرهانات المستقبليه اللي نقدروا نجنيو يعني الثمرات ديالهم مستقبلا؟ بالنسبه للبرنامج اللي وضعت العصبه اللي هو مستعجل، فهو اولا التكوين تنقول لها هو اللي غادي هو القاطره اللي غادي توصلنا ان شاء الله. تكوين على اي صعيد بطبيعه الحال؟ التكوين لا بالنسبه للحكام ولا بالنسبه للمدربين ولا بالنسبه حتى لرؤساء الجمعيات او الكتاب العامون، لانهم خصهم يعرفوا القانون، خصوصا مع التغيير اللي وقع ديال القانون ديال 309 وما جاوره، يعني هذا الشيء فين غادي يمشيو ان شاء الله؟ انه عندنا جمعيات فتيه، جمعيات جديده مازال خاصها بزاف ديال الفورماسيون باش تقدر توصل لهدف المنشود وتقدر تاثر الابطال باش نوصلوا ان شاء الله المستوى الجهوي ومنه الوطني ومنه ان شاء الله الدولي ان شاء الله. سي مفتي، اليوم يعني عشتوا اطوار ديال الجمع العام ديال العصبه الجهويه مراكش الاسفي، يعني كيفاش دازت الاجواء بالنسبه لكم انتم كجامعه بطبيعه الحال اللي كتنضاو الى هذه العصبه هذه؟ كيفاش شفتي الاجواء؟ كيفاش شفتي التعامل؟ خاصه حنا كنعيشوا يعني السنه الاولى ديال هذه العصبه هذه. فكيف جال لسانك الان، هذه السنه الاولى بالنسبه للعصب الجهويه كلها، فالعصب كلها دابا الان نهات الجمعه العامه ديالها تحضيرا للجمع العام ديال الجامعه الملكيه اللي غادي يكون ان شاء الله بدايه السنه في شهر يناير. فالاجواء اللي مر فيها الجمع العام اليوم كانت اجواء جيده، والاخوان كلهم التزموا بمسؤوليه وبجديه وبداوا الاراء ديالهم في الجمع العام، وحنا كجامعه يعني حنا مساندين العصبه الجهويه على نشاطها ومتبعين معها النشاط طيله السنه، ماشي غير فقط في الجمع العام، عندنا لقاءات دائما مع العصبه وكنشوفوا التطور ديال الانشطه ديالها. فبالنسبه للسنه الاولى حقيقه انه كان نشاط جيد، ونتبنى ان السنه المقبله ان شاء الله والسنوات المقبله انها تعطي انشطه اكثر، وحنا كننتظروا ان مراكش تنتج لنا ابطال باش يمثلوا المغرب خارج الوطن كما كان في السبعينات وفي الثمانينات. فالان ما بقى حتى شي عذر، مسابح موجوده في مراكش وعددها عدد مهم، فاللي في هذه العصبه هذه كتوفر على مسابح لعصب اخرى ما عندهاش هذا العدد ديال المسابح. فان شاء الله كنتمناو التوفيق للعصبه، وحنا دائما مصاحبينها في الانشطه ديالها طيله السنه. سي فيدادي، ما غنهضرش معاك على الاطوار ديال الجمع العام بطبيعه الحال اللي حضرته اليوم، ولكن غنهضر معاك في الشق التقني، يعني كيفاش كتشوف النسق اللي مشات به العصبه في سنتها الاولى، العصبه الجهويه السنه الاولى بالمسمى الجديد بطبيعه الحال، كيفاش شفتي؟ خاصه حنا كنشوفوا واحد الحركه وديناميه من ناحيه لي صال، من ناحيه بزاف ديال الامور اللوجستيكيه، بالنسبه لكم انتم الى اي حد ساعدت هذه الامور هذه اللوجستيكيه في تطور المنتوج التقني؟ نعم، هو بالنسبه للمنتوج التقني حاليا
لان كنا خرجنا من واحد الازمه وكذا، وحاليا المنتوج هو في المستوى احسن من داكشي اللي كان عندنا من قبل. ما كنذكرش الابطال، كنقدر لاماس غاديه في تحسن في تطور. بالنسبه اللي يهمني هو ما هو اتي، لان كاين برنامج توضع على صعيد وطني محدد التواريخ، والهدف منه الكبير هو تطوير ديال السباحه الوطنيه عامه والجهويه ديال مراكش خاصه، لانه عندنا تبارك الله واحد العدد كبير ديال الاطفال واطفال، وعندنا حتى ابطال كاينين غير منهم راه كاين معروفين، ما جاناش نذكر الاسماء ديالهم. الهدف ديالنا هو نجمعوا نشدوا هذوك الابطال اللي مزيانين ويكونوا هما اللوكوموتيف، يجيو يسيروا لنا، ونتمنى على الله انه نديروا مركز ديال التكوين والتدريب. هذا هو الذي يعطي للسباحه الانطلاقه ديالها، اضافه الى دراسه ورياضه. هادو كلهم مسائل اللي غادي فهاد الشق هذا. واش خدامين نتوما في هذا الاطار هذا ديال الدراسه والرياضه؟ هي العصبه مع السي بكري رئيس خدامين في هذا الاتجاه، كل ما هو اداري ملي تتوصل المسائل التقنيه غادي نتدخل التحلى باش نعطيو داكشي الامور مع داكشي اللي علمنا الله سبحانه وتعالى. سي بن جاخوخ الكاتب العام العصبه الجهويه مراكش اسف في السباحه، اليوم يعني من خلال الاشغال ديال الجمع اللي حضرنا ليه تقدمتوا يعني بالتماس للجامعه من خلال من خلاله طلبتوا الرفع من نسق اهتمامات الجامعه بطبيعه الحال بالسباحه النسويه والتكوين المستمر على صعيد الجهه، يعني قربنا اكثر وقرب المشاهد الكريم من حيثيات هذا الالتماس هذا. اولا تنشكركم على الحضور، اولا ثانيا ان الجمع العام اليوم داز في واحد الاجواء اللي عشتوا معنا، اجواء ديال الاسرات السباحه بجهه مراكش اسفي. قدمنا الحصيله ديال سنه من العمل الموسم الرياضي 2021-2022، وكانت واحد مجموعة ديال التوصيات من ضمنها توصيتين اللي مهمتين اللي ذكرتي. التوصيه الاولى اللي كتعلق بالتكوين المستمر والتكوين المستمر بالنسبه للمدربين ومدربات السباحه والرياضات المائيه، وكان الالتماس للجامعه الملكيه المغربيه للسباحه على اساس انها ترفع معنا السقف هذا والتحدي، خصوصا ان مدينه مراكش كتعرف واحد ديناميه جديده في رياضه السباحه، توفر واحد البنيه التحتيه. اليوم عندنا احنا 7 المسابح اللي يكونوا اوبيراسيونيل يعني بصفه مستمره طيله السنه، فضروري ان يكون الاهتمام بالتكوين المستمر للمدربين والاطر. زياده العاده كاين تقويه قدرات الجمعيات الرياضيه في المجال الاداري والمالي، خصوصا بعد المستجدات اللي كاينه على الساحه الماليه بخصوص الجمعيات الرياضيه. هذا من جهه اخرى ان الرياضه ولا السباحه النسويه كتحظى باهتمام ديال العصبه، وكان عندها الاهتمام كبير بالنسبه للمكتب المديري للعصبه على اساس ان تكون السنه الموسم الرياضي تكون فيه واحد المجموعه ديال نطوروا فيه الرياضه ديال السباحه النسويه على مستوى العصبه، وتكون معنا الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه تكون معنا، لان بدون الجامعه الملكيه للسباحه ما يمكنش نطوروا هذا العمل، خصوصا ان عندها واحد البرنامج ديال طموح، وكنشوفوا الالتقائيه ما بين البرنامج ديال العصبه وبرنامج ديال الجامعه باش نكونوا في حسن تطلعات ديال النساء ديالنا والسباحات والسباحين في جهه مراكش اسفي.